اسمع لي هالخبرية، كنت فيها ضحية يا بي. الغرب صعبة كربة، خدارة جبارة ما لا نهاية. خبرية كانت فيها ضحية، اتجهت صوب الأحلام لحقق السلام، بس بوجود الإيمان ما في شعب هالزمان. شوف الدم صار ومكان حقي وحقك وين، من ناحية عيد حول الإنسان. شوف فينا نعمل لنوحد الأديان، زبور توراة إنجيل وقرآن. طلعت من لبنان مسألك لوين، تركت أباكي على الأيام، أيام عشناها بحرمان، حرمان الأمان من حقوق الإنسان. هم تروح يا بي فيها الخيم، لح بتصير تحت الركام، من مطار لمطار لسفينة بالبحار، وبطلوع النهار ووصلنا وسمعنا قرار، وهيدا كان اخراج التجار. بلش نون مسوم، القلب محتوم، مستقبل معدوم، حرية ما عنده، عم يفكر بالأمان، ما بده يتكرر، بدي اياه يتغير، ما بدي اياه بدي اياهم يتحرر. ولاد ارفق الحلم تصير الشغلة كبيرة فيها الدنيا، بس ما خلوها، حطوها على وراق، على نعوة مطبوعة، مطبوعة بالأرقام. حلمي كلنا نرجع أمي وحدة، عيشة وحدة، ما نتخلف كلنا مسلم مسيحي هندي، كلنا واحد، كلنا نرجع كلنا واحد، نتعبد الله، نصلي ونشكر الله بس. وش بعض مسلم بس، قتلونا سبونا كبنا دينا ومشينا. معك مال فوت الاول، ما معك شي خليك لاخر، الدولة صارت كلها ماشية عالمال. مال فوت الاول، انت لا رجع لورا، ما معك مصاري، ما فيك تعمل شي، بدك تتزين تتحلى، بدك تكون، بدك لازم تكون فايت مع عناصر، لازم تكون فايت مع مجموعة. من وين مجموعة؟ هيدا سني مسيحي بعرف، صارت بلادنا مثل الليرة الماشية، ليرة جاية وليرة رايحة. بتمنى ارجع شوفك راجعة مبتسمة والفرحة. So this video is going out to all those who are struggling.